البطل إن شاء الله ما في إلا العافية. بسيط إن شاء الله، شوية التهاب في الحلق، راح أوصف له دواء، إذا ما تحسن بعد 3 أيام ارجعي لي. خذي هذه الوصفة. مشكورة يا دكتورة، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. شيخة. هلا دكتورة. إيش فيك زعلانة حبيبتي؟ خير؟ عسى ما شر، أهلك فيهم شيء؟ أنتِ بخير تراك خوفتيني. ما فيني شيء. أنا مرهقة شوي. باخذ لي بريك. عن إذنك. خير وش في هذي؟ شيخة. يا هلا يا هلا. وليش تعبتي نفسك؟ المفروض أنا اللي أصلح القهوة. تعبك راحة حبيبي، وبعدين الله أكبر كلها قهوة، أهم شيء عندي إنها تعجبك. تعجبني؟ ومن أنا عشان ما تعجبني؟ وبعدين أي شيء من يدك حلو، تدرين؟ لو سم شربته صبي، ولا قلت أنا اللي بصب. ما يحرمني منك. ماما جاكس، هلا بكتاكيتي، هلا بحبايبي، بحبايب قلبي، يا فديتهم أنا، يا فديتهم. جبتي لي الحلاوة؟ وانت تحب ماما بس عشان الحلاوة؟ لا، مين أحبكم كلكم حبيبي ويوتي يا قلبي. وانا وانا يا هلا بالغيرة اللي تخليك تحضنين ماما، بتطيحوني بس يا عيال بتطيحوني. قوموا قوموا قوموا، يلا قوموا قوموا قوموا. عفاريت عفاريت، شو تسوون حبايبي؟ قاعدين نكتب الواجب. يلا كملوا واجباتكم. صفية يلا روحي حبيبي المطبخ الحين شوي مستر ويجي. طيب مدام. جهزي الغداء. حاضر. تعبتوني. افتحي الباب يا شيخة، افتحي الباب يا شيخة. وش تبي مني صراخة معاك؟ وش تبي مني؟ أقول افتحي الباب حتى لو كانت معك. افتحي الباب. أبو شيخة مسكينة خايفة، بس أنت اصبر شوية هي تفتح الباب. لا يا شيخة ما أضيع بنتي إلا أنت. بس أنت يا أبو شيخة. أقول أنا أبغى أعرف الحين، أبغى أعرف وش سويتي فيه. ليش؟ سويتي اني عارفه انك راحتي تاخذي القرض، صح ولا لا؟ ايوه كنت بقدم قرض. بس سحبت. وليه تسحبين انت؟ ليه؟ ما عندي شيء، ما عندي مكياج، ما عندي عطور، ما عندي شيء. لا بس يا حياتي اقول اسمعي، انا لو ادري انك بتتمنحين وتصيرين تحطين مكياج في المستشفى ما وظفتك، ولا لولا هالرويتك ما هم بعد ما وظفتك. ابو شيخه العنف العنف عندي انا، موجود عندي انا، بس هدا كسرت ركبتك. يا علي ابغى انا الف وين راح؟ انا الف مين اللي شرب الشاي حقي؟ اكيد مو منيفه، اكيد واحده ثانيه تشبه لها، صح؟ ايوه. حمودي اللي شرب. لا مو انا يبا. لا مو ولدي حبيبي اللي شرب شاي ابوه، هذه انت يا اللعابه، اعترفي قولي. قول لهم انا دائما تظلموني، دائما. لا مين اللي يظلم حمودي؟ تعال 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 حبيب قلبي. الله يسعدكم. شوف حبيبي بقول لك شيء، شوف الحين انت رجال البيت بعد ابوك، صح؟ بس لازم اختبرك. تعرف شلون اختباري انا؟ لازم اعضك في بطنك. وانت اعضك من خدك.
وش تبي فيها؟ خليها تاخذ العيال غرفتهم يلعبون. يلا صفية خذي العيال بس ديري بالك عليهم ها لا تغفلين عنهم. طيب. روحوا حبايب يلا اطلعوا معاهم فوق. ها وش الموضوع المهم اللي تبيني فيه؟ ما قلتي لي وش اخبار عريس العائله الجديد؟ يو شوف عاد اذا بتجيب لي سيرتهم ترى بقوم واخليك. لا 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 خليكي هادي الله يرحم والديك موضوعي اهم. ها خير وش عندك؟ ها حبيبي قول لي وش هالموضوع المهم؟ بصراحه انا قاعد افكر اقول يعني الى متى بنسكن في ايجارات؟ تعبت ودي يعني لو نبني لنا فيلا نقعد فيها انا وانت وعيالنا ونستانس. طيب انا كم مره قلت لك بطل سفريات وخلنا نجمع فلوسنا ونبني بيت زي الناس والعالم بس انت ما تسمع الكلام. ادري 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 انك قلتيها كثير بس المره هذه ترى غير. قعدت افكر بطريقه جاده اكثر يعني قلت لا سمح الله لو الله سبحانه وتعالى اخذ ما انت عيال ايش بيصير فيه. لا بسم الله عليك حبيبي لا تقول كذا الله يخليك لنا بس هذا اللي خلاني افكر واقول يعني لو تاخذين قرض على كم قرش اللي عندي ونبني هالفلة. بس انا علي قروض سابقه ما اعتقد راح يعطوني وانت بعدين ما شاء الله عليك مدخلني بقرض ومطلعني بالثاني. اوعدك يكون هذا القرض الاخير. الحين حبيبتي كل اللي ابغاه منك يعني تسوين جدول للقرض القديم وتاخذين قرض جديد على كم قرش عندي ونبني هالفلة ونعيش في حياه سعيده الى الابد باذن الله. ان شاء الله يصير خير. انا كم ابو محمد عندي هو واحد بس. انا اللي كم احلام عندي الله يخليك لي بس حبيبي. انت لا تكون بتنام بالصالة. لا لا أبد بس أبغى أريح شوي بس. أيه أشوى لأن خوياتي يضحكون علي يقولون لي زوجك شايب أكيد ينام العشاء مع الدجاج. ما عليك من خوياتك تراهم غيرانين منك. طيب حبيبي وش رايك تعزمني اليوم على العشاء برا؟ أمس صاحبتي راحت المطعم وصورت لي يجنن روعة. يا حبيبتي يا عمري أمس تعشينا في مطعم خلينا اليوم نتعشى في البيت ونسهر وننبسط. إيه يعني معاهم حق ما فيك شد على طلعك اليوم. صديقات سذولي ما عندهم سالفة قومي أوديك ومشيك في المكان اللي تبينه. إيه أحسن وبعد أصور سنابات وأقهرهم. صور سنابات بديت ورجليت خليهم يعرفون إن الشايب عز ولا وقهريهم بعد. يلا بيدك كنت ارتبها وطاحت. كل ذي الحبوب كنت ترتبينها؟ لا انت كنت ناوي على شيء خطير. تعالي تعالي عندي المكتب تعالي تعالي اشربي المويه وهدي هدي. خذي حبيبتي شوفي انا ما راح اضغط عليك عشان تتكلمي بس اتمنى انك تفتحين لي قلبك ترى حنا خوات. ها وش اللي شفته قبل شوي؟ وش اللي وصلك لهالشيء؟ قولي تراك وترتي أعصابي. شيخة وش فيك؟ لحظة ضعف وعدت يا حلاوة خلاص
بس لحظة الضعف هذه إذا ما عالجتيها المرة الجاية بتجيك بشكل أقوى وأخطر. يا بنت تكلمي، تراك وترتي أعصابي. وش فيه؟ أنا تعبت، تعبت يا أحلام، تعبت من كل شيء. أنا الموت صار عندي أهم أمنياتي. بسم الله عليك، الحين شيخة المثقفة الواعية تقول كده، اللي حاصلة على شهادة تميز تقومي تقولين هالكلام؟ ترى انت مهنتك تسمى بملاك الرحمه، بعد الله سبحانه وتعالى تنقذين ارواح. اجل وش خليتي للجاهلين والمغفلين؟ ابويا ويا احلام قضى على كل شيء جميل في حياتي، حرمني من الزواج واستولى على راتبي، حرمني من الخرجات والطلعات، حرمني من ابسط حقوقي كانسان. كل يوم ضرب واهانات، كل يوم امي تنضرب بسببي. انا عندي اموت وانا اشوف امي كل يوم تنضرب بسببي. قولي لي وش اسوي؟ قولي لو اصرف 10 ريال بس 10 ريال يضربني ويهيني، انا ايش اسوي في الدنيا هذه؟ قولي ايش تبغيني اسوي؟ قولي. هدي حبيبتي، هدي وطي صوتك، ترى احنا بالمستشفى. عموما شوفي، ما في مشكله بهالدنيا الا ولها حل. يا اختي وش هالاب؟ بعدين شلون متحمله انت وامك ها؟ طيب مالكم اقارب يتدخلون؟ عمامي وخوالي ذيك المرة طردهم، قالوا خلاص احنا ما لنا دخل. ترى الدنيا بخير والبلد فيها قانون يردعه، لا تخافين، انا راح اوقف معاكي، انا صديقتك وزميلتك وان شاء الله راح اساعدك بكل اللي اقدر عليه، لا تقلقين. احلام حالنا ميؤوس منها. احلام ايش قاعده تقولي؟ لا ما في حالة ميؤوس منها، كل مشكلة ولها حل. مسحي دموعك حبيبتي، اشرب الموية. يا رب. وأنا بعد أحبك وأغليك. آمل إيش تبين؟ قولي يا بنت الناس. ولا يهمك، صدقيني انت تامريني امر، قولي بس. انت ما تسمعيني، اقول لك تامريني امر والله لانفذ لك اللي تبين. السلام. اكلمك بعدين. مع السلامه. مع السلامه. السلام ورحمه الله. ابو صالح الاوراق ان شاء الله انا بسلمها لك بكره ان شاء الله، وانت طيب. مع السلامه. مع السلامه. حبيبي جاي بدري اليوم، وش السالفه؟ بس ابد والله، لي يومين كذا قاعد احس بتعب وارهاق، رحت للمدير واستاذ انت وجيت استريح شوي. ومن ايش هالارهاق جاك؟ ابد، ضغوط العمل، انت عارفه شلون الشغل كله علي. وش سويت في القرض؟ يو اسكت بس، صارت قصه بالمستشفى توجع القلب، انشغلت معاها شوي، بس اوعدك حبيبي بكره ان شاء الله بروح البنك واجيب لك هالقرض الحلو، اهم شيء انك تكون انت مبسوط. طيب قولي وين العيال؟ شوفيهم في الغرفة فوق. يلا طلعت لهم. اسمعيني زين، ترى بنتك لو ما جابت الفلوس الحين انت وياها ابسوي فيكم شيء ما يعجبكم. يا ابو شيخ، البنت راحت البنك وانت تعرف ان البنك له اجراءات قانونية، ان شاء الله بتستلم الفلوس وتيجي. لا والله، وبهالبساطة إجراءات قانونية؟ أساساً لو بنتك مهتمة بالموضوع كان هالإجراءات اللي تقولين عليها هذه ما تقعد على طول شوي جابت الفلوس، ولكن بنتك لا، خلاص تعودت، جسمها وعقلها تعود على الضرب. خلها تجي بس، خلها تجي. حرام عليك، تكفى لا تضربها، مسكينة جسمها كله يعورها من الضرب. بنتي هالحرمة، ما خرب بنتي إلا أنتي، كل شوي لا تجيها لا تفعل، لا تجيها لا تقربها، أنا بذبحك أنتي، أنا اليوم خلاص بايعها بايعها، أبي أجلس في السجن. تذبين القروش في وجهي؟ مو هذا اللي تبغاه؟ خذ يلا يا ابني.
صفية صفية. هلا هلا بالقمر، هلا بالوفية، هلا بالمخلصة. بصراحة أنا يوم شفت الرسالة وإن المبلغ صار في حسابي عجزت، قاعد أقول وشلون أقدر أوفيها لو جزء بسيط. ألف شكر يا غالي، ألف شكر. تستاهل حبيبي، أنا وما أملك لك أساساً من اللي غيركم أنت وعيالي، دنيتي وحياتي ومستقبلي. الله يحفظكم. وين الله يحفظكم لي. شوفيهم فوق. يلا طلعت لهم. صفية ألو. هلا والله، شلونك حبيبي؟ أبشرك كل شيء تمام. هلا بكتاكيتي الحلوين. ماما شو كتاكيتي بدري؟ لنحظكم حلو، المدير عطاني اليوم كل إجازة، أكيد عارف كتاكيتي الحلوين مشتاقين لي، صح؟ صح حبيبي. ماما بابا فوق اليوم جا زيك بدري. يلا كويس، الحين بطلع له وأفاجئه اني رجعت. صفية صفية. نعم ماما. جهز الغداء إن شاء الله. أحبك صدقيني، أنت ما تفرقيني يا بنت. قاعد أتمنى اللحظة اللي نسافر فيها سوا. صدقيني حبيبتي، كلها أيام وراح نسافر أحلى سفرة، راح نعيش أحلى أيامنا يا لولو. أنت عارفة أنا إيش كثر أحبك حبيبي، أنا وفلوسي وكل ما أملك حلالك. أنت متى جيتي؟ جيت من بدري. تبيني أخليك تكمل مكالمتك على راحتك؟ هذا واحد من أخوياي قاعد يحاول إنه يقنعني إني أسافر، بس أنا رفضت. وخويك هذا اسمه لولو، لا تحبه وتشتاق له وبتدلعه وتسفره وتهنيه بعد. أحلام؟ وبفلوسي صح؟ فلوس بيتنا ومستقبل عيالنا صح؟ أنا ما أجبرتك على شيء. إلا أجبرتني، كذبت علي وضحكت علي وخدعتني. كل شيء تم بموافقتك. يا الظالم، مدلعتك أنا وش مقصرة معك فيه؟ ها؟ وش مقصرة معك فيه؟ كسرت ظهري بالقروض، ولا تدري أنت تافه وفارغ وما يملأ عينك إلا التراب. أقول قصر حسك ولا تمد يدك، فاهم ولا لا؟ أقول الحين ترجع لي فلوسي، فاهم ولا لا؟ أبي فلوسي ترجعها لي. أقول بلا فلوس بلا حام من قبل. والله هذا الممثل إلا تحفة. جدا ما خفيف. ومن ذا اللي جاينا ذا الوقت؟ اي هذه احتمال انها نورة خويتي، قالت انها بتجي، يمكنها وصلت. هلا حبيبتي احلام، تفضلي. تسلميني يا الغالية. السلام عليكم يبا. احلام. وعليكم السلام. هلا بحبايب جدو، يا هلا ومرحبا. شلونك يبا؟ عساك طيب ان شاء الله بخير. الحمد لله خير يا بنتي. اشوفك جايبه شنط السفر معكم. لا ابد ما في شيء، هو بس فهد سافر وقلت نجي نقعد عندكم كم يوم، العيال اشتاقوا لك صح حبايبي؟ وانا بعد اشتقت لهم. يا صفيه خذي الشنط للغرف. هذا البابا. يلا حبايبي يلا نطلع فوق نريح. يلا 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 يلا. بنت الحلال اجلسي، ترى قلبتي راسي. بنتك هذه مو كانت رافضة زواجنا وما تبيني؟
أجل وجايبها عندي الحين، أكيد إن في راسها شيء. يعني وش بيكون في راسها؟ هي قالت لي إن زوجها مسافر وبتجلس عندنا كم يوم وبتروح، وبعدين ترى أحلام طيبة وما وراها مشاكل. لا طيبة ولا شيء، هذه واحدة ما عندها ذوق أساساً، جاية هي وعيالها تغثنا وحنا تونا في شهر العسل، وبعدين لا تكون مصدق سالفة سفر زوجها ومدري إيش. حنا حريم ونعرف بعض، أنا متأكدة صاير بينهم شيء. ما في شيء، فهد يحبها وهي تحب. إيه ما أنت مصدقني، روح واسألها. تبين الصدق وسوستي بي، أبطلع أسألها. تفضل. أحلام. سم يبا. شوف يا يبا، أنا عارفة عندك كلام ودك تقوله، عادي اسألني. شكلك مو عاجبني، وأنا عودتك ما أضغط عليك، بس هالمرة راح أسأل. اختصار لكل الكلام، فهد خلاص أنا أبي أطلق منها. يعني عهود صادقة، المسألة فيها فهد، بس أنا أبي أعرف السبب اللي علشان تبين الطلاق. الخسيس ما بيدع عليك؟ يعني اللي سواه ما يختلف عن الضرب في شيء، اللهم ذاك جسدي وهذا روحي. يا النذل، إذا ما ربيته ما أكون أبو أحلام. لا 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 يوبا، ما هو بكفو، خلاص أنا ما أبي منه شيء، أبي بس يطلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. تصبحين على خير. تلاقي الخير يوبا. ها وش قالت لك؟ طلع كلامي صح؟ هذا اللي كان ناقصني، تيجي هالعلة هي وعيالها يجلسون على قلبي. حسبي الله عليك يا فهد. هالحين أنا محترقة أعصابي وانت هذا اللي طلع معك، حسبي الله فيك يا فهد، قم تصرف مع هالعلة. قصري صوتك لا تسمعت. ايه حبيبي، أنا ما تزوجت واحد أكبر مني بثلاثين سنة إلا عشان أنحاش من بيت أبوي ومن فقرة. الله يسامحك. ايه وهذا الصحيح، تبيني أكذب يعني؟ أنا ما تزوجتك إلا علشان كذا. حبيبي أنا أبغى أرتاح، وبعدين هذه دكتورة عندها راتب تفتح فيه أربع بيوت، ولا أقول لك خلها ترجع تضف عند زوجها. يا عهود يا حبيبتي، قصري صوتك وأنا أوعد تحل المشكلة ذي بكرة. اسمعني يا أنا يا حيف البيت، عاد شوف لك حل.